السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاء الرياضيات المستوى الثالث، الأعداد من 0 إلى 999، الحصة الثالثة، الصفحة رقم 9. الحساب الذهني، احسب ما يلي: 3 زائد 4، 5 زائد 5، 2 زائد 4، 6 زائد 5. 3 زائد 4 تساوي 7، 5 زائد 5 يساوي 10، 2 زائد 4 يساوي 6، 6 زائد 5 يساوي 11. التمرين رقم 3، أكمله: 253 عدد من 3 أرقام. الرقم 3 هو رقم الوحدات، يمثل 3 وحدات. الرقم 5 هو رقم العشرات، يمثل 50 وحدة. الرقم 2 هو رقم المئات، يمثل 200. نكمل جدول العد. في الوحدات لدينا رقم 3، في العشرات لدينا رقم 5، وفي المئات لدينا رقم 2. نقوم بتفكيك العدد 253. 200 زائد 50 زائد 3، 253 مكتوب بالحروف. نعيد كتابته بالأرقام. تمرين رقم 4، اكتب كل عدد كتابة رقمية. الحالة الأولى لدينا تمثيل بالمربعات والقضبان والصفائح. رقم الوحدات 4، رقم العشرات 1، ورقم المئات 1، إذن العدد هو 114. بنفس الطريقة الحالة الثانية سنجد 326، والحالة الثالثة 208. في الحالة الرابعة لدينا تفكيك وسنبحث عن العدد. 300 زائد 4 يساوي 304. نفس الشيء للحالة الخامسة والسادسة، لدينا تفكيك وسنبحث عن العدد في كل حالة. 500 زائد 60 تساوي 560، 900 زائد 60 زائد 7 تساوي 967. بالنسبة للحالتين السابعة والثامنة، لدينا أعداد مكتوبة بالحروف، سنكتبها بالأرقام. 450 سنكتبه بالأرقام، ثم نكتب كذلك 606. التمرين رقم 5، ألون بطاقة القيمة الوضعية لكل رقم ملون. 256، 5 في العشرات، إذن القيمة الوضعية لها هي 50. العدد الثاني 324، العدد الملون هو 3، وقيمته الوضعية هي 300. العدد الثالث 769، الرقم الملون هو 9، وهو رقم الوحدات، إذن يمثل 9 وحدات. العدد الرابع هو 589، الرقم الملون هو 8، وهو رقم العشرات، إذن هو يمثل 80 وحدة. العدد 111، الرقم الملون هو 1، وهو يمثل رقم المئات، لأن القيمة الوضعية لهذا الرقم هو 100.